أغلبنا بيعرف لعبة الجي تي اي ومجرب إنه يلعبها، ولكن شي مرة مجرب تلعبها بالحقيقة؟ يعني هيك تمشي بالشارع وتضرب ناس وتكسر سيارات وتسرق مصاري وموبايلات؟ شاب اسمه طالب ساكن بالمزة 86 كان عم يلعب جي تي اي على الكمبيوتر، تحمس الظاهر وقرر فجأة إنه يطبق هاللعبة على أرض الواقع. طلع على البرندة وبلش أول شي زد جرات غاز وبلوك على الناس اللي بالشارع، بعدين بس خلصت ذخيرته نزل لتحت وقطع الطريق على الناس وهو حامل أدوات حادة، وصار يكسر سيارات ويشلح الناس مصاري وموبايلات لحتى يوصل آخر شيء قسم شرطة المزة ويلقي القبض على طالب. السؤال الغريب الأول يلي إجا على بال كل مين سمع بهالقصة أنه أنت يا طالب من وين لك جرات الغاز حتى وصل فيك البطر أنك ترميهن من البرندة علينا؟ طيب دلنا على الطريقة اللي عم تجيب فيها جرات من نفس المصدر يعني لحتى كمان نحن نجيب مثلك. أما السؤال الثاني الأهم، أنه نفس الشاب اللي اسمه طالب ومن سنة تماماً عامل نفس الشيء، طالع يعني على البرندة ورامي جرات غاز ومكسر سيارات وضارب ناس وكمان إجت الشرطة ومسكوه، طيب ليش تركتوه يطلع؟ يعني هيك شخص مبين أنه هو مانو طبيعي وأنه هو عم يشكل خطر على كل يلي حواليه. معقول كل سنة الناس اللي مارقة بالطريق تتفاجأ أنه في جرات غاز عم تنزل فوق راسها؟ منتمنى هالمرة يكون العقاب قاسي ومناسب وأنه يتم تحويله لطالب لشي مركز مختص يعالج هالحالة اللي هو عم بيعاني منها.